بكل حماس المصري وشجاعته طرد الشباب اللي عكسوا البنات اللي معاه. الشاب المصري اللي حضراتكم شفتوه ده عمل موقف خلى السوشيال ميديا كلها تتكلم عنه. الشاب واجه بكل قوة وحزم شابين عكسوا البنات اللي معاه في المطعم. يا ترى الشابين عملوا معاه ايه واصل الحكاية نفسها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في البداية كده وقبل أي حاجة لازم نعرف إن شهامة ورجولة الشاب المصري مسمعة ومعروفة في كل مكان. مواقف كتير بتدل على كده. يمكن موقف النهاردة والواقعة اللي بنتكلم عنها دي تقول لكم كده وتبرهن على الكلام ده. اللي حصل يا جماعة وزي ما شفنا في فيديو منتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا إن في شاب مصري واجه بكل قوة وحزم شابين في مطعم أوروبي بيديره. واجه الشابين وطردهم من المطعم لأنهم كانوا بيعكسوا ويرخموا على البنات اللي في المطعم. طبعاً أنتم أكيد واخدين بالكم إن البنات شكلهم أوروبي وظهر كده جداً. ممكن لو في حد تاني مكان الشاب المصري كان قال طب وأنا مالي وبعد نفسه خالص عن الحوار ده. إنما شجاعة الشاب المصري ورجولته أوجبت عليه إنه يدافع عن البنات ويكون سند ليهم ضد الشباب دول. إيه اللي عمله الشباب بالظبط؟ يقال والمعلومة مش أكيدة هي اتقالت على تويتر إن الشباب دول من التيك توك وكانوا داخلين يصوروا فيديو جوه المطعم. يا ريتهم بيصوروا بأدب. لا، الفيديو بتاعهم والمحتوى بتاعهم إنهم يرخموا على العاملين في المطاعم. كان الدور المرة دي على البنات في المطعم ده، وحظهم السيء بقى إن الشاب المصري الجدع ده كان موجود ووقف ليهم بكل قوة. وفقا للمعلومات المتاحة من الفيديو والترجمة اللي حاول بعض المصريين الشجعان إنهم يعملوها على الفيديو، وده للمساهمة في نشره بشكل أقوى. فاللي حصل إن الشاب المصري الأصيل لما سمع الشباب يستخفوا بالبنات اللي شغالين معاه قام طالع عليهم وقال لهم إن الأوردر بتاعهم مرفوض وإنهم بكل بساطة كده ملهمش يطلبوا حاجة من المطعم ده. قام مطلع الفلوس بتاعتهم وحطتها على الترابيزة بتاعة الكاشير وطالب منهم ياخدوها تاني. لما عمل كده الشباب اتنرفزوا قوي وفضلوا يعلوا صوتهم في المكان على الآخر، وكل ده ولا هز شعرة واحدة من الشاب المصري الأصيل اللي صمم على موقفه وإنهم ملهمش يطلبوا حاجة من المطعم ده. اللافت بقى إن الشاب المصري وعلى الرغم من الموقف الصعب اللي هو فيه ده إلا إنه كان شديد قوي وصارم في التعامل مع الموقف، وده خلى عدد كبير جدا من جمهور السوشيال ميديا يشيد بمدى ثباته وشجاعته. أنتم طبعا عارفين واخدين بالكم إنه ممكن أي حد تاني في مكانه كان يقول أنا مالي ويبعد عن الموضوع خالص، بس هو صمم ياخد حق البنات اللي معاه ويحافظ عليهم لأنه راجل ومش أي راجل، ده راجل مصري أصيل. أنتم بقى إيه رأيكم في اللي حصل؟